أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج السلطة الرابعة، لنطلعكم على آخر المستجدات في الساحة الصحفية والمواقع الإلكترونية. شروط روسيا لرفع حظر السلاح. نبدأ من جريدة الشرق الأوسط، إذ نقلت عن الجيش الليبي نفيه إرسال خطاب إلى المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الانتخابات المبكرة في ليبيا. ونقلت الجريدة عن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري قوله إن القيادة الجيش تخوض معركة مستمرة وطويلة، ومن بين أساليب هذه المعركة وطرقها المتنوعة مواجهة تزوير المستندات والبيانات الخاصة بالقيادة العامة. القيادة العامة لم ترسل أي رسائل إلى سلامة بشأن الانتخابات المبكرة. ألمانيا تدعم تونس لتأمين حدودها. ذكرت جريدة العرب اللندنية فأوردت أن الحكومة الألمانية قدمت مساعدات تقنية لتونس بقيمة 34 مليون يورو لتأمين حدودها مع ليبيا. ونقلت عن الناطق باسم الحكومة الألمانية أنه تم تزويد تونس هذا العام بأنظمة رادار متحركة وكاميرات واسعة المجال بقيمة 16 مليون يورو، وتسعى الحكومة التونسية للحيلولة دون التهريب أسلحة وإرهابيين إليها من ليبيا المضطربة. وشهدت المنطقة الحدودية بين تونس والجزائر أيضا مشكلات مع عصابات تهريب البشر والإرهابيين خلال الأعوام الماضية. السبسي يشكك في إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا. اهتمت جريدة العرب أيضا بمناقشة قضية تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل، ولقت الانتخابات إلى الاختلاف الآراء في هذا الملف. ففي حين يرى البعض أن الأمر ممكنا إذا توصل الليبيون إلى توافقات، ويشكك آخرون في إمكانيات إجراء هذا الاستحقاق، ومن بينهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باعتبار تعقيدات الوضع الليبي. وذكرت الجريدة أن الرئيس التونسي ناقش تطورات الوضع السياسي مع رئيس حكومة الوفاق الغير الدستورية فائز السراج الذي وصل إلى تونس. تونس تستضيف اجتماعا ثلاثيا حول ليبيا. أما جريدة البيان الإماراتية فذكرت أن العاصمة التونسية تستضيف اجتماعا ثلاثيا على مستوى وزراء الخارجية المصري والجزائري والتونسي لبحث الملف الليبي، في وقت أعربت موسكو عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية. وقالت الجريدة أن الوزراء الثلاثة سيبحثون مستجدات الوضع في ليبيا على ضوء مبادرة المبعوث غسان سلامة لحل الأزمة السياسية وتحقيق التوافق بين الفرقاء، كما سيديرون التعاون المشترك بين بلدانهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لخطر عدوه المسلح من تنظيم داعش. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع بعض الصور الكاريكاتيرية، فإلى اللقاء. بقتل الليبيين، ولكن نتحداهم أن يثبتوا قتلاهم. لقد وصل عدد قتلاهم 120 قتيل.